السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا من جديد بأطيب وأجمل وأروع متتبعين ومتتبعات قناة سحر الطبيعة. يوم جديد وفيديو جديد وكذلك حياة جديدة. توحشتكم بزاف بزاف البنات. الحمد لله غادي تلقاو صوتي أنه تحسن ورجع وخلقي واحد شوية، ولكن الحمد لله أحسن من اللي كان. اللهم لك الحمد يا سيدي يا ربي. شكرا لكم، شكرا لكم كاملين اللي دعيتوا معايا بالشفاء. شكرا لأي أخت سولت عليا، لهلي خطاكم عليا. في الحقيقة راكم وليتوا عائلتي الثانية اللي شوفوا. أنا دابا ملي مرت كلكم تبارك الله سولتوا عليا، غبت سولتوا عليا، لهلي خطاكم عليا. كلكم كدعيوا معايا بالشفاء، هذا هو المضمون فيكم. لهلي خطاكم ولهلي يوريكم باس يا ربي. ما نطولش عليكم، فيديو فيه حيل زوينة 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 غادي تنفعكم بزاف، غنخليكم تكتشفوها. ويا ريت ما تنساوش خصكم بنتكم لايكاتكم وشكرا لكم. راه ما عرفتش كيفاش نشكركم، كنبرك على كلمة شكرا لكم. شكرا شكرا بزاف بزاف. نمشيو ان شاء الله نشوفوا هذه الحيه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. ونبداو على بركه الله، نقولوا بسم الله في اول تدبيره وحيله في فيديو ديال اليوم اللي كنتمنى كيف العاده انه يعجبكم ويروقكم. غادي نشارك معكم تدبيره بالنسبه للاواني اللي كتكون غارقه وما كنقدروش نخشيو يدينا فيهم لداخل. طريقه التنظيف ديالهم من الداخل، مكونات اللي ترجعهم هكا تشعلوا وما تبقاش فيهم تصبغات. عندك الترموس اللي كتكون فمها صغير، يعني الفم ديالها ضيق وما كيخشيوش يدينا، ما كتحكموش فيها، باش غادي تزولوا هذوك التصبغات اللي كيوليو عندنا هنايا بفعل القهوه او الحليب. ريحه الحليب كتبقى ترموسي، الا بقيتي ديري فيها غير الحليب وكتسديها كتولي فيها واحد الريحه ماشي زوينه. المهم هاد الطريقه زوينه غتنظف لكم كاع التصبغات ولا ليطاش ولا اي طبايع عندكم فيها غادي تزول. درت الماء سخون وكديروا الخل هكا كميه معقوله من الخل، وكديروا قطرات من سائل غسيل الاواني غير بحال هكا صافي. ومع الماء سخون وغادي تمخضوها هكا مزيان مزيان، وكتعرفوا الخل كينظف وكيعقم بحال هكا. راه فين ما كتشوفوا داك الزاج تبارك الله، غير جربوها البنات وشوفوا هذاك الزاج اللي كيكون عندكم في الترموس من الداخل كيفاش غيولي كيشعل شعيل بحال هكا. شوفوا كيولا البنات، شوفوا 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 بالصبر تكونوا كتبان لكم. غادي تلاحظوها بنفسكم البنات بانها كما كنقولوا ما بقاتش مضببه من الداخل. كذلك هو مثال مع القراعي ولا اي حاجه مهم اللي مستعصيه اننا نخشيو يدينا وما كنقدروش ننظفوها من الداخل. نفس القضيه، الخل مسخون قطرات من سائل الاواني ومخضو بحال هكا، راه اي ليطاش كتزول وكتولي من الداخل كتشعل ما كتبقاش مضببه. كنتمنى يا ربي هاد التدبيره غير جربوها البنات على الترموس، انا كنأكد عليها. غادي تشوفوا ان شاء الله الزاج، انا بغيتكم تجربوها لان الزاج انا بهرني. شوفوا كي ولا كيشعل بصافي، يكون كيبان لكم ما عرفتش، راه كيكون بحال مضبوغ كما كنقولوا، بحال صفر بحال مضبوب، وكما كديروا هكا كيرجع تيشعل. نمشيو ان شاء الله نشوفوا التدبيره المواليه. والفكره المواليه اللي بغيت نتقاسم معكم البنات واللي غادي تنفعنا بزاف بزاف، خصوصا حنا مقبلين على ان شاء الله عيد الاضحى غادي نحتاجوها بزاف، وهي البنات هذه راه سبق لي شاركتها معكم، واللي غادي نشرح لكم بزاف ديال الحوايج اللي حتى قالوا لي لا راه فواحد الحاجه ماشي مزيانه. غادي نشرح لكم كل شيء. هنا كتعرفوا ملي في الايام ديال العيد الكبير كما كنقولوا الثلاجه كيولي عليها الدرك، بحكم اننا كنفرقوا الحيمات كنديروهم في البلاستيكات وكنديروهم في المجمد. اشنو كيوقع؟ ريتما انهم كيجمدوا كيقدروا يطلقوا الدم بحال دابا الحيمه بحال هكذا، ملي كتطلق الدم كيقدر يلصق لينا هنا. المهم الفريغو راكم تبارك الله كلكم عارفين هذا الشيء، كيكون كيتقص بالماء وبالدم ديال اللي كيطلق اللحم وداك الشيء. الفكره اللي بغيت نتقاسم معكم وهو انكم كتقبطوا الفريغو ديالكم بحال هكا، كتفرشوا ليه واحد السريبيته ولا منديل ولا اللي بغيتو. ما بغيتوش ديروا المنديل غتاخذوا ورق الزبده، يعني اللي بغيتو فرشوا ليه ورق الزبده بحال هكا يعني في الفريغو كامل عندكم، اولا شي سريبيته بحال هذه. كونوا على يقين البنات راه كتحافظوا على المجمد ديالكم. هاد البلاصه هذه دائما كتبقى نقيه، ما كينزلش داك الماء اللي كينزل من الميكات وداك الدم وداك الشيء وكيبقى هنايا جامد كتولي الفريكو عامر غير الدم. لا كان كاع الا توسخ هذا كتزولوا هذا كتصبنوه، ومهم تيهز تيحمي على الفريكو. بزاف ديال الاخوات اللي قالوا لي لا هاد الفكره راه ماشي عمليه، هذه راه شي 4 سنين البنات ولا 5 سنين وانا معتمداها. ها هو معمر الفريكو ديالي طرات لي شي حاجه، غير هو انه هاد الفتحات هادي اللي كتكون عندكم في المجمد اللي كتخرج البروده هي اللي ما تغطاش. اذا ردوا البال على حسب الثلاجه عندكم واش كاينين هنا اولا كاينين لداخل. المهم فين ما كانوا عندكم هاد الفتحات هادو
ها هما اللي كينخرجوا البروده، هما اللي ما يمكنش تشدوا مثلا المنديل بحال هكا وتغطيوهم. هذه حاجه باينه، انا دابا حطاها في البلاصه اللي ما اللي ما اللي ما مغطياش هذه الفتحات، غير هنايا في البلاصه فين كنحط البلاستيكاس ديال اللحم ولا ديال الدجاج ولا اللي قسم الله. هذا الشيء اللي كاين البنات، ولا ديروا ورق الزبده. غير اللي كنركز عليه هو انكم ما تغطيوش هذه الفتحات، يعني تسدوهم، راه غادي يقدر يوقع شي مشكل في المجمد وما يبقاش يبرد. هذا اللي كان البنات، وغادي تنفعكم بزاف بزاف في العيد الاضحى، اعتمدوها. وكنتمنى يا ربي تعجبكم. وكنرجع نذكر خوتي الا عجبتكم ما تنساوش خصكم وبنتكم اللايكاتكم، وشكرا لكم كاملين. مشيو ان شاء الله شوفوا الفكره المواليه. انا جيت معكم البنات، كتعرفوا دابا وقت الصيف كيوقع لينا كون هذا المشكل هذا، هما التشققات اللي كتكون عندنا في الرجلين ديالنا. بفعل ان كاين اللي كيمشي حفيان، اما الصنداله كذلك، حتى الصنداله ديال البلاستيك البنات كديرها كدير لينا دوك التشققات. المهم نعطيكم واحد التدبيره زوينه زوينه، هو انكم كتقبطوا الشمع. انا عندي غير هذا المورسو هذا، المهم قبطي الشمعه راه ديال درهم ولا درهم ونص، وكتشديها كتقطعيها طريفات وكتحيدي لي هذه الفتيله. بغيتي تحيديها بالموس قبل ما تذوبيها، هو هذاك بغيتيش، غير قطعيها هكا ديريها فواحد الكاسرونه وحطيها على نار ونقصي النار، راه هاد الشمع كيدوب. وبالفتيله الا ما بغيتيش تزوليها في الاول كتزول بسهوله ديك الساعه، لان الشمع كيدوب كيولي سائل، وهاد الفتيله كتزوليها صافي، كتزولي الفتيله كترميها. حنا قرضنا بهذاك الشمع اللي غادي يولي سائل، ملي كيولي سائل قبل ما يجمد، يعني ما حدو باقي سخون، كتضيفي ليه المعلقه صغيره اولا على حسب الكميه اللي عندك ديال داك السائل. المهم كتضيفي ليه دقيق فورس شويه بشويه، معلقه صغيره، بداي بمعلقه صغيره وانت كتزيدي. المهم وانت كتحركي حتى كتشوفي القوام ديالو كيولي على شكل كريم بحال اي كريم، يعني ماشي ثقيل بزاف وماشي جاري. صافي كتخلطي بحال هكا، وكتشديه وكتدهنيه للبلايص اللي عندك في القدم ديالك التشققات. من بعد ما كدهنيه كامل كتقبطي السلوفان وكتدوري على رجليك. عندك السلوفان تبارك الله، ما عندكش بلا ما نعقدوا الامور البنات، خدي غير اي بلاستيكه غلفيها على رجليك ولبسي التقشرات ديالك باتي بهم. غتقولي لي شحال من مره، غادي نقول لك على حسب انت دوك التشققات اللي عندك، واش كثار واش قلال، واش فيهم العمق والسطحيين، المهم على حسب التشققات اللي عندك. غتتكرري العمليه، راه ان شاء الله ما غاديش يبقاو فيك دوك التشققات، غادي يزولوا نهار على نهار. وما يخفاكم انني ما نحتاجش نوصيكم النظافه دائما، حكوا رجليكم كما كانوا يديروا الجدات ديالنا شحال هادي. وباقى لحد الان انا كنقبط واحد الحجره اللي كتكون حرشه وكتحكي بها قدمك مزيان مع شويه ديال صابونه الحجره، راه كيرجعوا بحال هكا وكيزولوا هذاك القشر، داك الجلد الميت كيزول. وعاد هاد العمليه ديريها قبل ما ديري هذه، يعني غسلي رجليك وحكي الحجره مزيان حتى كتزول ديك الجلده الميته، عاد طلي هاد الشمع والطحين اللي خلطتي على شكل كريم وغلفيه ولبسي تقشراتك. كري العمليه عده مرات، راه ان شاء الله ما يبقاش عندك هذا المشكل. بهكذا غادي يكون الفيديو ديالنا سهل. كنتمنى يا ربي يا ربي انكم يعجبكم ويرقكم، وانكم ما تكونوش نسيتوا اختكم واللايكاتكم. الله يجازيكم بكل خير، والله يفرحكم بوليداتكم. كنشكر اي سيده واي اخت بقات معايا حتى لهنا، كنشكرها بزاف وكنشكركم كاملين. الى فيديو قادم، والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في امان الرحمن، والى اللقاء ان شاء الله مع وصفات اخرى وحيه اخرى، ومع الف سلام.